الوداد خطيرة خطيرة خطيرة. جول الهدف الأول للأهلي أن تكون أهلاوي هي نعمة. 1-0 1-0 للأهلي. الأحمر يسجل عن طريق أفشة 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 يسجل 1-0. 3 دقائق خطأ في وسط الدفاع. يحيى زبران ماهوش أكسيال هو بيفو يفكوا له كرة يربى بيتسو وأولاد بيتسو وعمود السومعني الجنوب أفريقي الذي يعرف كثيرا الوداد يتقدم هنا بالهدف 1-0. قالوا أنت يا أفشة أنت يا أفشة من ستدخل للتاريخ تاريخ القلعة الحمراء. شوف اول الانديه العريقه 1937 وكره المصريه في افريقيا الشناوي يخطئ. يمكن اول فريق يقابله النادي الاهلي خالد جادله وليا في كازا 2-0 وتاتي وين الضربه يسدد والتعادل قريب. كاس الابطال كاس الكؤوس يا ايام واشعاع زمان. كره حلوه تحضير ممتاز والتسديد ديانج ترجع الكره مره اخرى. هو الحداد هو الحداد الحقيقه حسب ما نشوف وما نتبع وما نعرف ونفهم دفاعات باسكت باساج اون فورس ولا اعاقه ويعتبرها اوبستركسيون. فاينل يتقدم يتقدم ويضيعها 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 نادي الوداد بديعه عليها. مش ممكن ما دره الفريق الودادي اوك. يا بديع بديع يضيع بديع يضيع لا ادري بالتخصص يشوت في العادة يحيى جبران. لماذا غير كاموندي اللاعب اللي يشوت يشوت اوك. كرة خطيرة برشا وخطيرة على النادي الودادي والكرة من معلول دليل الكرة خطيرة والدليل هجومي والكرة عن طريق حسوني حسن عودة له شحات 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 يضيع كرة الضربة القاضية. ماذا كيف وعبد اللطيف شحات يضيع كرة الضربة القاضية. ماذا كيف وعبد اللطيف والتف بينا يا رب في هذه الأيام الصعبة. جزاء الوداد هجوميا واقف تماما واضح أمامك الليل. وجاي دخل وجاي 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 بينالتي للأهلي انسوا الدم يمشي معلول معلول وجول معلول وجول معلول الثاني 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 رجع الأهلي من